وانعقد بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع بين وفد حكومي قطاعي برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وأعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للنظر في مناخ الاستثمار في تونس وسبل دعمه خاصة في الجهات الداخلية. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الفريقين بعد تفعيل اللجنة المشتركة بينهما. لقاء رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وطاقمه الوزاري المعني بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي هو الأول بعد أحداث اللجنة المشتركة بين الحكومة المؤقتة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث تم تفعيلها لتباشر عملها مع الاتفاق على أن تكون هذه اللقاءات بين الفريقين دورية. ونظر الاجتماع في المشاريع الكبرى المعطلة والمؤسسات التي تمر بصعوبات ومناخ الاستثمار في تونس، اقتراحات عملية للنهوض بالاستثمار، مشاكل الحينية اللي ممكن الحكومة هذه في وقت هذا تنجم تشوفها وتنجم تعطينا فيها، معناها تعطي فيها حلول. وأكدنا كتوانسة، كمستثمرين تونس، كأصحاب وصاحبات المؤسسات، لدورنا الوطني الريادي في خلق الثروة، في خلق مواطن الشغل، في الاستثمار في تونس في داخل الجمهورية التونسية، لكن مع توفير ما هو ضروري وما هو أساسي. ونظرت اللجنة المشتركة في المقترحات التي قدمها اتحاد الأعراف للنهوض بالاستثمار خصوصا في الجهات الداخلية ونقاط الحوار الوطني حول الاقتصاد الذي انطلق اليوم. فيه توضيح وخاصة قراءة الاتحاد للوضعية الاقتصادية، قراءة الاتحاد للوضعية الاجتماعية، وأيضا الإجراءات العامة اللي تم اقتراحها من طرف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لحلحلة بعض الصعوبات، مثلا في منظومة الدعم، مثلا في بالنسبة للمشاريع الكبرى، وخاصة في كيفية اليوم استرجاع الثقة للاستثمار في المجال في الاقتصادي في تونس، وخاصة الاستثمار الخاص اللي هو يكون رافد من روافد اقتصادنا في تونس. كما تداول الاجتماع التعاون بين الحكومة المؤقتة بوزارتها القطاعية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لحل عدة إشكاليات تتصل بالمؤسسات الاستثمارية.